في تطور جديد على الساحة السياسية، بنيامين نتنياهو الرئيس الوزراء الإسرائيلي فجر قنبلة من العيار الثقيل بتصريحات جديدة عن مصر. نتنياهو اتهم الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك بأنه كان بيسمح بتهريب الأسلحة لقطاع غزة، وقال كمان إن تسليح حركة حماس بدأ من محور فيلادلفيا في فترة حكم مبارك وامتد خلال فترة حكم محمد مرسي. التصريحات دي أثارت جدل كبير وفتحت نقاشات واسعة عن حقيقة العلاقة بين مصر وغزة والدور اللي لعبته القاهرة في الصراع ده. إيه السر وراء الاتهامات دي؟ اتهام نتنياهو للرئيس الراحل مبارك بتهريب السلاح لغزة شيء غريب جدا، لأول مرة نسمع عن الكلام ده، وكأن الموضوع كان مخفي لحد دلوقتي. والمفاجأة الأكبر هي إنه ما فيش أي دلائل على وجود خلافات بين مبارك ونتنياهو. في الحقيقة العلاقات بين مصر وإسرائيل في فترة حكم مبارك كانت في أغلب الأوقات هادية، وكان فيها تعاون بين البلدين. الناس بتسأل عن سبب ظهور التصريحات دي دلوقتي، وهل هو محاولة لخلق جدل جديد أو لتحويل الانتباه عن قضايا تانية؟ الكلام ده يفتح أبواب لأسئلة كتير ويدفعنا نفكر في الهدف الحقيقي وراء الاتهام ده. بعد انتشار التصريح ده، أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي نشر فيديوهات لمبارك بيتكلم فيها عن نتنياهو. الفيديوهات دي وضحت قد إيه إن نتنياهو ما كانش بيحب الرئيس الراحل حسني مبارك، ولا العلاقات كانت على وفاق زي ما كان واضح للكل. الخلافات بدأت عند وفاة السادات، وتحديداً في استكمال عملية السلام في أول فترة حكم مبارك. المفاوضات ما كانتش سهلة وكانت مليانة توترات بسبب اختلاف الرؤى بين الجانبين. الموقف تطور لدرجة ان مبارك ظهر في فيديو وانتقد نتنياهو بشدة، ووصفه بانه شخص بارد وبلط، وكان واضح انه مش راضي عن طريقة تعامل نتنياهو. ومش بس كده، ده كان في خلاف بين مبارك ونتنياهو على قضية الجاسوس عزام عزام اللي كان ليها تأثير كبير على العلاقات بين مصر وإسرائيل. عزام عزام كان جاسوس إسرائيلي اتقبض عليه في مصر، والموضوع ده خلق أزمة دبلوماسية ضخمة. في الوقت ده كانت العلاقة ما بين مبارك ونتنياهو في أسوأ حالتها، والتوتر كان في أعلى مستوياته. وظهر مبارك في فيديو تاني بيتكلم عن القبض على عزام عزام، وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عاوزني أشتغل عنده، هو فاهم كده يعني؟ قلت له يا أخي أنا ما بشتغلش عندك، أنا ما بشتغلش عند حد. وكلينتون اتصل بيا يجي 3 أو 4 مرات، وفي يوم واحد اتصل بيا 3 مرات علشان اللي اسمه عزام عزام ده. وتابع مبارك، قلت له عزام عزام ايه؟ طب ما هو السبب في عزام عزام نتنياهو، مخبيش عليكم، عزام عزام ده كنا مسكناه وكنا هنتفاهم معاهم على بعض الحاجات وهنقوله مع السلامة، مش مشكلة يعني. جه هو في المؤتمر الاقتصادي يقول إن مصر قبضت على واحد واختفت علشان تبوظ علينا المؤتمر الاقتصادي. وأضاف مبارك، قلت يا دي النباهة، مدام أعلنت كده يا حبيبي للرأي العام ودوه النيابة خلاص. لما راح النيابة وحققت دخلوه المحكمة، خلاص مشي بقى، مدام وديناه النيابة خلاص ما نتدخلش. راح المحكمة اتخبط حكم، يضرب لي تليفون نتنياهو يقول لي أنا بقولك ده بريء، قلت له المحكمة بتقول لي مذنب، أصدقك ولا صدق المحكمة؟ أنا عندي بصدق المحكمة. أم قال لي أنا ما كلفتوش بحاجة، قلت له هندور مين اللي مكلفه، يمكن أنت أو حد من الخارج بيلعب.
فأول رد فعل من مصر على التصريحات المثيرة للجدل، وزارة الخارجية المصرية نزلت بيان عبر فيسبوك. البيان ده كان بمثابة رد قوي على كلام رئيس وزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اللي اتهم مصر بأنها بتسمح لحماس بالحصول على الأسلحة عبر محور فيلادلفيا. البيان بدأ بوضوح وقال إن مصر مش موافقة تماماً على التصريحات اللي قالها نتنياهو يوم 2 سبتمبر، واللي كانت محاولة واضحة إنه يشوش على الرأي العام الإسرائيلي. الوزارة قالت إن الكلام ده كان هدفه تشتيت الانتباه وإعاقة التوصل لصفقة لوقف إطلاق النار، وكمان تعطيل جهود الوساطة اللي بتقوم بيها مصر وقطر والولايات المتحدة علشان يتم تبادل الرهائن والمحتجزين. وفي البيان أكدت وزارة الخارجية المصرية رفضها الكامل لأي مزاعم بتطلع من المسؤولين الإسرائيليين في السياق ده، وقالت إن التصريحات دي مش بس بتزيد من تأزيم الموقف، لكن كمان بتستخدم لتبرير السياسات العدوانية والتحريضية، وده بيؤدي لمزيد من التصعيد في المنطقة. وختمت الوزارة بيانها بالتأكيد على حرص مصر على استمرار دورها التاريخي في قيادة عملية السلام في المنطقة، وأوضحت إن هدفها هو الحفاظ على السلم والأمن الإقليميين وتحقيق الاستقرار لكل شعوب المنطقة. العلاقة ما بين مصر وإسرائيل فيما يخص محور فيلادلفيا معقدة. النقاش حوالين موضوع تهريب الأسلحة من خلال المحور ده بيعكس مدى حساسية الموقف وتداخل الأمور السياسية والأمنية في المنطقة. التصريحات الأخيرة اللي بنسمعها بتفتح المجال لنقاشات جديدة، وبتبرز إن في جوانب كتير في العلاقة بين البلدين لسه محتاجة توضيح. اللي واضح في الوضع الحالي هو إن أي صراع محتمل بين البلدين ممكن يكون ليه تأثير كبير على استقرار المنطقة. العلاقة بين مصر وإسرائيل بتتسم بالحساسية، وأي تصعيد ممكن يؤثر على الوضع الإقليمي بشكل عام. الحفاظ على استقرار المنطقة يتطلب توخي الحذر من الجميع وتجنب أي تصعيد. مصر أكدت على أهمية الحفاظ على الاستقرار والسلام، وأظهرت حرصها على حماية مصالحها وتحقيق الاستقرار في المنطقة. في المقابل، أي توترات جديدة ممكن تؤدي لأزمات دبلوماسية معقدة، وتأثيرها مش هيقتصر على العلاقات بين البلدين بس، لكن ممكن يمتد ليشمل دول أخرى. بالتالي العلاقة ما بين مصر وإسرائيل تتطلب تفكير عميق وتعاون مستمر. التصريحات والتوترات الجديدة قد تكون جزء من محاولة لتعديل الأوضاع، ولكن الأكيد إن استقرار المنطقة يعتمد على الحوار والتفاهم بين الأطراف المعنية. الأمل دلوقتي في العمل بحكمة على تجنب التصعيد. تحقيق الاستقرار الإقليمي يتطلب أن يعمل الجميع على الحفاظ على مصلحة المنطقة ويجنبوا أي أزمات إضافية.